الاهلي بيفوز على مصر المقصة الاخير في جدول الدوري العام، اضعف فريق في الدوري كله كده، فريق هيهبط للدرجة التانية كده كده، 1-0 بالعافية في اداء سيء وسيء جدا كمان. قبل اي حاجة قولي في الكومنتات انت راضي عن اداء النادي الاهلي، شايف ان اداء النادي الاهلي ده يستاهل انه ينافس على البطولة وياخد الدوري في الاخر؟ انا بصراحة شايف ان الاهلي خد الثلاث نقاط مهمين جدا، نفسي ان احنا ناخد الدوري، لكن احنا ما نستاهلوش، بالعكس كمان ده احنا مش ما نستاهلش الدوري، ده احنا ما نستاهلش نبقى مركز تالت. والله الاهلي سيء جدا فعلا، كورة اسوأ من كده ما شفتش. شوط تاني كامل النهاردة بكتب ملاحظات المباراة كده، والنقاط المهمة ما شطناش غير تسديدة واحدة على الجول والاهلي غير موجود. وانت بتلعب قدام مين؟ بتلعب قدام مصر المقصة، اضعف فريق في الدوري. امال لو بتلعب فريق شادد حيله وشامم نفسه شوية هيعمل فيك ايه؟ مش كده وبس، قصة الاصابات لسه مستمرة معانا، كل مباراة عندك اصابة واتنين، واصابات طويلة بتطول معاك كده. مستشفى النادي الاهلي ما بتقفلش، محتاجين صفقة سراير مش صفقة لعيبة، عشان اللعيبة المصابة دي تلاقي مكان تريح فيه. هنتكلم طبعا في كل تفاصيل المباراة، هنتكلم في تفاصيل ترتيب جدول الدوري كمان. بيراميدز بيكسب النهاردة والاهلي بيكسب، الزمالك عنده مباراة بكرة، القايمة بتاعتهم نزلت، هنتكلم في كل التفاصيل. قول لي مين كان افضل لاعب في النادي الاهلي النهاردة، ومين كان اسوأ لاعب، وتقييمك بقى لسواريش كده ياخد كام من 10 على ادارة المباراة النهاردة، شفناه في كذا مباراة كده، ونبدأ نحكم عليه كده ونقول الراجل كويس ولا لا، هتكلم عنه كمان في باقي الحلقة، فكمل الحلقة للاخر، فاخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هعملها بعد كده، ويلا بينا. كور العالية روكسون، القاضي يا موكل، شرط الجول القاضي يا موكل، القاضي يا مباراة وخلصت. وزي ما قلت لكم كده بنقفل بعد كل مباراة وندخل على اللي بعديها، عايزين الثلاث نقاط هم اهم حاجة. اداء مفيش اداء، كرة حلوة مفيش كرة حلوة، نستاهل الفوز؟ لا كمان. النهاردة بس بتلعب قدام فريق ضعيف جدا جدا جدا، اضعف فريق فعلا في الدوري. تخيل ان مصر المقصة في الدوري كله لحد دلوقتي مسجل 11 هدف بس، اضعف خط هجوم في الدوري كده. لا واقرب فريق ليه مسجل 21 جول، يعني فرق 10 تجوال بينهم مش جول ولا اتنين كده، يعني فريق هجوميا ضايع خالص، ودفاعيا كمان هو تالت اسوأ خط دفاع، ففريق ضعيف جدا وكده كده نازل للدرجة التانية، هو اول الهابطين كده بتكسبه 1-0 بالعافية، مع انك الدور الاول لما لعبته وكسبناه برباعية مع اداء جيد جدا لما كان مسكنا بيتسو موسيماني مش ريكاردو سواريش. هتقولي يعني انت شايف ريكاردو سواريش مدرب ضعيف؟ هقولك للأسف لحد دلوقتي يمكن يثبت عكس كلامي، لكن لحد دلوقتي سواريش عمل ايه مع النادي الاهلي؟ اداء سيء جدا، غير التشكيل من 4-2-3-1 ل3-4-3، ودي التشكيله الافضل بالنسبه لي، لكن حاليا الزمالك بيلعب بيها، فيريرا بيلعب بيها، قبل كده كمان موسيماني كان بادئ الموسم بيها لما كسب 9 ماتشات ورا بعض، فهي يعني مش ابتكار منه كده، هو بس رجع الطريقه دي ان الاهلي يلعب بيها، والطريقه دي بتغطي شويه ورا مشاكلك الدفاعيه، خصوصا ورا محمد هاني ورا علي معلول اللي فيه ثغرات كبيره جدا بتبقى وراهم، التشكيل ده بيلم وراهم كده شويه، فدي الحاجه الوحيده الايجابيه اللي هو عملها. لكن النهارده اداء سيء جدا للمباراه، النهارده التغييرات بتخلص في الدقيقه 72، بتلعب 18 دقيقه كده، لو حصل لك اي اصابه في الملعب هتكمل ناقص لان تغييراتك خلصت، والنادي الاهلي مشهور بالاصابات، انت كل مباراه كده عندك اصابات، فما ينفعش اخلص تغييراتي كلها في الدقيقه 72، زائد ان في لعيبه في الملعب ما تستاهلش ان هي تكمل خالص الوقت اللي لعبته ده. محمد مجدي قفشه مشطوب النهارده، مش موجود في الملعب ومش هو لوحده، محمد فخري كمان قدم مباراه سيئه جدا، كمان حسام حسن سيء جدا النهارده، ايمن اشرف النهارده لو بيلعب مع المقصه كان هيبقى افضل من كده، كمان محمود وحيد مش موجود، 5 لعيبه النهارده صفر في ارض الملعب، 5 لعيبه مش موجودين خالص، محمود وحيد خرج ونزل مكانه معلول، لكن ايمن اشرف بيكمل المباراه كلها وكان هيلبسنا جول كده، كمان عندك قفشه بيكمل المباراه كلها، حسام حسن انت مغصوب عليه عشان ما عندكش مهاجمين في القايمه حاليا، لكن محمد فخري كمل كمان وقت اكبر بكتير جدا من اللي المفروض كان يقعده، اداء سيء جدا من سواريش من وجهة نظري. خلينا كده ندخل على التشكيل ونشوف بدأ ازاي. بدأ بالطريقة الطبيعية بتاعت النادي الاهلي اللي لعب بيها الماتش اللي فات، 3-4-3 كده في حراسة المرمى شناوي، ثلاثي خط الظهر ربيعة يمين ايمن على الشمال بينهم ياسر، كريم فؤاد باك يمين ومحمود وحيد باك شمال، وخلى معلول على الدكة، اتنين في نص الملعب، قفشة وجنبيه اليو ديانج، وثلاثي امامي حسام حسن راس حربة، ووين جيم موجود احمد عبد القادر ومحمد فخري. مفاجأة المباراة بصراحة، كان نفسي طالما هتلعب بلعيب صغير ابدأ بزياد طارق اللي خد
المباراة والتانية كده، وكل ما ينزل كان بيدي إضافة، سجل هدف وعمل أسيست قبل كده، العب بيه من أول الماتش، لكن دخل بمحمد فخري كده اللي كان سيء جدا. بتبدأ المباراة كده وفي الدقيقة 13 أحمد عبد القادر بيودي حسام حسن انفراد كامل على المرمى، بيتأخر فيها جدا لحد ما بيشيل من قدامه المدافع، لكن في الدقيقة 23 هدف أول على طول للنادي الأهلي وهدف مبكر في الدقيقة 23. قلنا بقى المباراة هتفتح، بتلعب قدام المقصة فريق ضعيف وسجلت كمان بدري. كرة كده انطلاقة قوية جدا من كريم فؤاد، أميز واحد النهاردة في لعيبة النادي الأهلي، كان فاتح شارع ورفع كتير جدا وانطلق انطلاقات هجومية كتير، بيلعب واحدة لأحمد عبد القادر اللي عمل أسيست كده لأليو ديانج، جه لعبها كأنها ضربة جزاء حطها كويس جدا، سجل هدف أليو ديانج ومفرحش بيه كده، الراجل عنده دم وحاسس بالفترة اللي بيمر بيها الأهلي. بقت النتيجة 1-0 كده، وخد عندك بقى 20 دقيقة سلبية لحد آخر اللقاء، لحد الدقيقة حاجة و40 دبل كيك كده من أليو ديانج من بره ال 18، لكن بره الجول ما كانش عنده حظ فيها. بعديها على طول في الدقيقة 45 بيسجلوا هدف على طول مصر المقصة، لكن كان اوفسايد من كرة ثابتة على حدود ال 18 اتلعبت جوه كده، اوفسايد الحمد لله وبيتلغي الجول اللي حصل زيه بالظبط في الشوط الثاني كده، وبرده كان التسلل. لكن مع الكرة دي بيتخبط محمد الشناوي خبطة قوية في القائم كده، وقام وقلنا الحمد لله انه سليم، لكن بيخرج بين الشوطين وبينزل مكانه علي لطفي كده، للاسف اصابة لمحمد الشناوي، ربنا يستر وما يكونش مطول هو كمان، لازم كل مباراة بنخرج بإصابة او اكتر. الشوط الثاني بقى تخيل ان الشوط كامل كده ما كتبتش فيه في الملاحظات غير التغييرات بس، ما كانش فيه اي حاجة، النادي الاهلي مش موجود حرفيا، والمقصة يعني مش قادر، فريق ضعيف فمش قادر ان هو يهاجمك، بيحاولوا كده، الاهلي ماسك كرة سلبية جدا، التلات مدافعين بس بيبصوا لبعض، وكرات طولية حسام حسن يحاول مش قادر ياخدها، ولو خدها ما بنستفدش بيها، ومفيش اي جديد من النادي الاهلي. عملنا اربع تغييرات على مرتين كده، بينزل الاول ميكي مكان فخري السيء جدا، الحمد لله على سلامة ميكي سوني، يا رب يفرق معنا شوية الفترة الجاية. بينزل علي معلول مكان وحيد الاسوأ من فخري كمان. بعد كده تغييرين تانيين، بيخرج من الملعب احمد عبد القادر وبينزل مكانه حمدي فتحي في نص الملعب من امن قدام مصر المقصة، وبينزل محمد هاني وبيخرج كريم فؤاد. كرة في الدقيقة 83 كده تسديدة من حسام حسن يا سيدي صدها حارس المرمى، هي دي بس اللي الاهلي عملها الشوط الثاني. تخيل شوط كامل قدام مصر المقصة ما بتهددش مرماهم غير مرة واحدة. للاسف اداء مقرف من النادي الاهلي واداء سيء جدا كده، ما كنتش احب ان اشوف الاهلي في الحالة دي خالص، واحنا بننافس في اخر الامطار على الدوري كده مع الزمالك ومع بيراميدز. بيراميدز بيكسب النهاردة 1-0 وبياخد 3 نقاط مهمين جدا قدام البنك الاهلي، الفريق الصعب في الدوري ولسه بينافس على الدوري بشكل قوي، عنده مباراة جاية قدام الزمالك مع بعض، مواجهة مباشرة هتفرق بشكل كبير جدا، وممكن تكون المواجهة الحاسمة الدوري هيروح فين للثلاث فرق. الزمالك عنده بكرة مباراة قدام فيوتشر غاية في الصعوبة، قول لي توقعك فيها في الكومنتات، المباراة ممكن تخلص كام كام. فيوتشر فريق تقيل يعني، عندك كده احمد عاطف، عندك كمان احمد رفعت ومحمد فاروق، وفي نص الملعب بوبو وكمان كريم ندفت، حراسة المرمى جنش، سعد سمير، لعيبة اهلي وزمالك كده ولعيبة تقيلة وفريق تقيل. فيوتشر مباراة صعبة على الزمالك، واحدة من اهم المطبات في الدوري، لو قدروا ان هم يعدوها يبقوا رايحين على الدوري بقوة. عندهم بعديها بيراميدز ماتشين في غاية الصعوبة، انا شايف ان الزمالك لو كسب الماتشين دول ممكن نقول له مبروك على الدوري. قول لي كده وجهة نظرك، الدوري رايح لفين؟ اهلي، زمالك، بيراميدز، لسه المسابقة مشتعلة جدا، مستني كومنتاتكم نتناقش فيها مع بعض كده. اخبط كمان لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، واشترك في القناة عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. نجم الفريق النهاردة من وجهة نظري هو كريم فؤاد، اميز واحد في الملعب فعلا النهاردة، اما الاسوأ بقى فقلت لك ان في 5 ما كانوش موجودين حرفيا، اختار انت منهم الاسوأ في الكومنتات ونتناقش كده مع بعض. سلام.